مغرب. بارك الله عليك. ديما مغرب. ديما مغرب. فوالا. الله مادام جبناها مع اسبانيا ان شاء الله البرتغال كنتوقع 2-0 ان شاء الله في هذا الماتش هذا ويديرها الركراكي يديرها راس لافوكا كنظن في الخطه اللي فاتت لعب شويه اللور حيت بطبيعه الحال اسبانيا هذيك ما تقدرش تلعب معها اللعب القدام ولكن اليوم انا كنامن غيزيد شويه القدام وغادي يفرجنا ان شاء الله وراس لافوكا غيجيبها ان شاء الله وديما مغرب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. توقعات ديالنا في هذه المقابله ان شاء الله الفريق الوطني غادي ينتصر ان شاء الله نتمنوا له التوفيق وعندنا فريق قوي وعندنا مدرب في المستوى وان شاء الله النتيجه غتكون مزيانه. حنا لعبنا مع كرواتيا ومع بلجيكا فرق قويه والفريق البرتغالي كنظن ماشي بحالهم والفريق الوطني قوي ان شاء الله وغادي ينتصر ان شاء الله بجهد الله غادي ينتصر والنيه ديالنا كي قال السير الكراكي راه ان شاء الله غادي ننتصر ونتمنى التوفيق ان شاء الله للفريق الوطني. بالنسبه لي تنتوقع اليوم فوز المنتخب المغربي على مناظير المنتخب البرتغالي ب2-0. بالمناسبه تنبغي نشكر المدرب وليد الركراكي وجميع اللاعبين على الروح القتاليه وحنا فخورين بهم حيت وصلوا بنا لهذا المستوى هذا اللي ما وصلناش من 86. اليوم تنتوقع النصيري وحكيم زياش هما اللي غيماركيو لينا ان شاء الله. ان شاء الله خشيا البرتغال فكرشنا وكل شيء غنضربوا ان شاء الله باش ما بغاو ديما مروك وتنموشوا على المغرب وتل اخر ما طاف بقاو ديما مروك. تحيه خاصه الناس ديال كرواسة الناس ديال البقاله الناس ديال اي حاجه والروح ديالنا والدم ديالنا تيجري فيه المروك وديما مغرب فيفا لو ماروك. شحال كتوقع النتيجه ديال اليوم؟ النتيجه ديال اليوم 2-1 اخشي. غتسالي ب2-1 مروك مروك غتماركي المهم غتسالي ب2-1 الا فان غيماركي بوفال ولا المغرب وديما تربح المغرب وربحوا ب1-0 ان شاء الله. ايش جنة زياش ولا زياش الحمد لله لا زياش بوحدو حتى ربحوا ب1-0 توقع ديالي ان غنخرجوا تعادل وغنماركيو بيش اصوات اضافيه 1-0 غيماركي زياش صافي هذا هو التوقع غير جدا رائع المنتخب الوطني المغربي. يمشي للفينال ضروري غيمشي اصلا غيمشي للفينال. غيلعبوا مع كرواتيا. بالنسبه للتوقعات ديالي للمباراه ديال المنتخب المغربي اليوم ضد النادر ديالو البرتغالي فكما قالوا الكلمه ديالهم في الدور الاول اما منتخبات كبيره وصلت حتى للفينال بحال كرواتيا وصيف ديال 2018 وبلجيكا اللي لعب المربع الذهبي في 2018 وكندا اللي لا يقل اهميه وصعوبه عليهم واسبانيا اللي كنعرفوها عندها دوري عريق الدوري الاسباني وباللاعبين ديالها اللي كيلعبوا في اعرق الانديه الاسبانيه والاوروبيه بصفه عامه فالمنتخب المغربي كنظن انه غادي يقول الكلمه ديالو اليوم بشكل كبير. النتيجه هو كنعطي 2-0 للمغرب 2-0 للمغرب ان شاء الله كنتوقع نصيري وزياش يقدروا يكونوا 2-0 ولا 1-0 ان شاء الله الفوز يكون ان شاء الله المغرب. محمد اكس جوار لاعب سابق والبطوله الوطنيه المغربيه. المباراه ديال اليوم توقعت تكون المقابله شويه صعيبه رغم ان الخصم يكون شويه عنيد ولكن عندنا مدرب متمكن قوي عندنا دفاع قوي فريق قوي ان شاء الله غادي ينتصروا حارس مرمى من كبير غادي ننتصروا ان شاء الله ب2-1 ب2-1 ان شاء الله ديما مغرب. نتمنوا ان شاء الله يكون 2-0 ان شاء الله. الراي ديالي ان شاء الله غيكون الماتش اليوم زوين ان شاء الله بالرباح ان شاء الله وبالتاهل ان شاء الله وما كرهناش ان شاء الله يوصلوا للفينال وعلاش لا ندوا اللقب كاع ان شاء الله. توقع النتيجه اليوم؟ 2-1 المغرب. شكون يماركي؟ نصيري وبوفوال. السلام عليكم. بعدا الراي ديال المنتخب المغربي الحمد لله تطور بزاف على الاونه الاخيره مع ديما كنا كنتقساو من الدور الاول الحمد لله شرفونا وشرفوا رايه البلاد وسميت التوقعات ديالي تنقول 2-1 لصالح المغرب غيصير باشواط اضافيه واللي غادي ماركي هو الصابيري يمكن حكيم زياش. رساله للركراكي راس لافوكا الركراك كما كنعرفوا راه كان ديجا درب الوداد وكان معروف شخصيا هو اغلى مدرب حاليا
وركركي راه يقدر يدير الدراري ديالو وغادي ان شاء الله غادي يمشيو نمشيو بعيد في هذه المسيره هذه ان شاء الله. علاش تكون علاش ما تكونش كاس مغربيه؟ ترى يبغى الله ترى جاوي ما عندكش معاه مشكل. لا ما عنديش مشكل وانا كل واحد تيبغي فرق شو انا راه جاوي اخويا دادي وسلاو وداك كل واحد تيبغي الفرقه ديالو الحمد لله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.